قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. وهنا استغرب الصحابة الكرام، فكان منهم هذا السؤال، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله النبي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه بالدين الحنيف دين الإسلام، الذي قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين الحق. وكما نشاهد اليوم من عبدة الأوتان والأبقار بأن يتطاولون على رسول الله نبي الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين، أتى بالرسالة وأتى بالدين الحق وخاتم الأنبياء والمرسلين. أخواني وأخواتي في الله، قصتنا اليوم عن الأذى الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام في عهده عندما كان يحارب المشركين. أحبابي في الله، من هم كفار قريش؟ كفار قريش هم الذين اتخذوا موقف العداء ضد الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما جهر بالدعوة وأعلنها لهم منهجها، وحاولوا إغراءه ليتوقف عن الدعوة، ومارسوا كل السبل وكل أساليب الأداء للقضاء على الإسلام والمسلمين. وكان من هؤلاء المشركين أبو جهل، هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وزمعة بن الأسود وعقيلة بن الأسود وعمر بن عبده ود وعقبة بن أبي معيط. وعندما أمر الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، فأنزل سبحانه: فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وصعد على جبل الصفاء ونادى: يا صباحها يا صباحها. فاجتمعت إليه قريشا فقال: أرأيتم أن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألا هذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآية. وكان رد قريش على الدعوة بأنهم لا يستطيعون ترك دين آبائهم، فاستمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فأجمعوا على معاداته إلا من هداهم الله سبحانه وتعالى. وعندما أذن الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة في السنة 13 للبعثة، وكان كفار قريش في تلك الأثناء يتربصون له لقتله، وكان جبريل قد أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينام في فراشه ليلة الهجرة، فأوصى الرسول عليا رضي الله عنه أن ينام في مكانه ويمكث في مكة قبل أن يلحقه إلى المدينة، ليرد الودائع التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابها. وحاصر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة عددا من الرجال من رجال قريش لقتله، تنفيذا لما اتفقوا عليه سابقا، ولكن الله بحكمته وقدرته ألقى عليهم النعاسة، فخرج وانطلق مع صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور. وكان العديد والعديد من المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. وهناك محاولة عقبة بن أبي معيط قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عقبة بن أبي معيط من كفار قريش الذين لجأوا إلى أشد الأفعال شناعة لمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، فقد باغت الرسول من خلفه وهو يصلي، ووضع ثوبه حول عنق الرسول صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقا قويا، إلى أن إن جاء أبا بكر رضي الله عنه وأبعده عنه وقال له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهناك محاولة أبا جهل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، عقد أبا جهل اجتماعا مع قومه ذات يوم يخبرهم فيه عن أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تسفيه لآلهتهم وتعييب لدينهم،
ورأى أن قتل الرسول خير فعل للتخلص مما جاء به، وعاهدهم على قتله، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ يراقب النبي من بعيد. وعندما سجد ووضع جبهته على الأرض، أخذ أبا جهل حجرة يحاول أن يرميها عليه، إلا أن الله منعه وأنقذ نبيه الكريم من غدره ونجاه من شره. وكذلك إيذاء عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء عقبة بن أبي معيط بسلاء جزور، وهو ما يخرج من الناقة عند ولادتها وما يحتوي عليها من قدارة ودماء، ووضعها فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته. فجاءت فاطمة رضي الله عنها، وكانت فتاة صغيرة، فزالته عنها ودعت على من صنع ذلك. ومن ثم رفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه ودعا عليهم قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعثبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عثبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعا يوما بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليبة لعنة، وقد قتل جميعهم في معركة بدر. وكان أبا جهل من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم هدد أبا جهل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا رآه يسجد عند الكعبة فإنه سيدوس على رأسه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يصلي عند الكعبة ويقرأ سورة العلق، من قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وعندما سجد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه أبو جهل، إلا أنه لم يستطيع أن يحقق وعيده وبدأ بالرجوع. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وكذلك إذا أبي لهب وزوجته للنبي. تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للكثير من الأذى من قبل أبا لهب وزوجته، إذا كانت شريكة لزوجها في صب الأذى على رسولنا صلى الله عليه وسلم وإعلان تكذيب دعوته. وقد نزلت في أبا لهب وامرأته سورة المسد، يقول تعالى: ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن أفعال زوجة أبا لهب أنها كانت تضع الشوك في الطريق الذي يمشي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع الأوساخ على باب بيته، وكانت تؤديه بلسانها، وكانت تفسد بينه وبين الناس بالنميمة. وعندما علمت أن الله توعدها بالنار، هي وزوجها أتت إلى الرسول بالحجارة تريد رميه بها، إلا أن الله صرف نظرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك اجتمعت درة الندوة، عقد كبار المشركين اجتماعا في دار الندوة ليشاوروا فيما بينهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية التخلص منه. فعرض أحدهم تفويض شابا من كل قبيلة يتسم بالقوة والغلظة لهذا الأمر، فيأخذ سيفا ويحاصر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يهجم عليه هجمة رجل واحد ويقتلوه، فيتفرق دماءه بين القبائل. إلا أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه أفتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لحق شارقة بن مالك بأثر الرسول الكريم ولصاحبه الجليل أبا بكر الصديق عند هجرتهما إلى المدينة، طمعا في الجائزة التي أعدتها قريش لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. فحاول شارقة جاهدا للوصول إلى الرسول الكريم وصاحبه، حيث ركب فرسا وأخذ معه سلاحا وسار ليدرك محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يدركه أحدا سواه. إلا أنه كان كلما اقترب فرسه من مكان الرسول عليه الصلاة والسلام ثقلت أقدامها في الرمال وسقط عنها، ثم أكمل سيرا حتى وصل إلى مكان قريب من الرسول وصاحبه صلى الله عليه وسلم، وطلب منه الأمان، وكتب بينهم معاهدة، وأمر أن يخفي الخبر عن قريش، ويذكر أن سراقة رضي الله عنه قد أعلن إسلامه أمام النبي عليه الصلاة والسلام إذ لقاه في منطقة الجعارنة بعد فتح مكة. وهناك العديد والعديد من المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لن يفلحوا بقتله لأن الله معه. والله سبحانه وتعالى
قال لرسولنا الكريم: إن كفيناك المستهزئين والمستهزئون الذين يستهزئون بنبينا اليوم، والذين يعبدون الأصنام والأبقار والفيران. إنما اليوم نحن في غفلة عن ديننا وعن تعاليم الله سبحانه وتعالى وعن وصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وابتعادنا عن السنة وعن الحكمة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرغم أننا 2 مليار مسلم، ولكننا لا نأبأ لأبدا لديننا، وإنما نأبأ للتقليد، تقليد الغرب وتقليد الكفار كيف يعملون وكيف يلبسون. وإلى هنا أخواني وأخواتي في الله تنتهي حلقة اليوم. آملين المولى القدير على أن يجمعنا في الحلقات القادمة، ونسأل الله المغفرة لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.